الإفيهات اللي بتتقال والحاجات اللي بنشوفها في الأفلام الكوميدية دي بتبقى إيه؟ يعني هل بتبقى اجتهاد شخصي منك؟ يعني بتبقى أنت ليك إضافاتك الشخصية في الورق اللي بيجي لك، ولا الكلام ده لازم يكون زي ما هو مكتوب لك في السيناريو أنت بتقوله؟ يعني العملية بتمشي إزاي؟ لا، وأنا هقول لك من بعد ده، واخد بالك؟ ما أقدرش أقول لك إن يعني اتعمل سيناريو 100%، واخد بالك؟ يعني الكمال لله وحده، واخد بالك؟ او انا هادي الشخصيه 100%، مفيش حاجه اسمها كده. وهيضحك عليك اللي يقول لك ان لا، ده الفيلم ده كله انا اللي عامله. ازاي انت اللي عامله؟ ازاي يعني عامله؟ ازاي؟ فين المخرج؟ فين المؤلف؟ فين الموسيقى التصويريه؟ فين مش عارف طبعا. فين زمايلك الممثلين؟ فين الفنيين؟ فين 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 حاجات كتير قوي. ليه ليه دايما يقول لك ما انا اللي عامل؟ مش انا 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 انا، كلمه انا دي حتى مش طبيعيه. العمل الفني ده عمل جماعي، واخد بالك؟ وايد على ايد تسقف، ما فيش واحد بيسقف لوحده يعني، ما فيش المساله مش ده خالص. انما اقدر اقول لك ايه، ان مثلا خاطر على بالي افيه في الموقف الفلاني، من طالع من الشخصيه، طالع من الموقف، طالع من الموضوع نفسه. ليه لا؟ واخد بالك؟ ما مش كل حاجه المؤلف هيكتبها لك، ومش كل حاجه الممثل هيعملها. ما هو كمان ما تجيش تقول لي ايه جايب لي ورق مش عارف ايه واقول له يا عم فين يعني الموضوع بسيط والمساله مش عارف عامله ازاي، وفين الضحك، فين الموقف الكوميدي وبتاع. يقول لك امال انا جايب هاني رمزي ليه؟ يعني بيرمي بقى مسؤوليه عليك انت، المسؤوليه على انا في الكوميديا فانت تصرف. يبقى الممثل بقى عليه انه يمثل ويالف ويخرج ويعمل كل حاجه ويحرك الممثلين اللي حواليه ويوظف الموقف. ازاي يعني؟ ازاي؟ بالعكس، انا من النوع اللي احب كل واحد في مكانه، ادي العيش لخبازه، واخد بالك؟ انا ممثل اخضع لتعليمات المخرج، اخضع للسيناريو اللي انا بعمله، واخد بالك؟ وعليا اني ابحث واشوف سيناريو جيد عشان اقدمه، يبقى شكل جديد بالنسبه للناس، ابقى انا كمان وجه جديد بالنسبه للناس. احب جدا ان الناس تقول لي انت هاني هنا مختلف عن هنا عن هنا عن هنا، واخد بالك؟ ولذلك انا حريص على ده. يعني صعيدي في الجامعه الامريكيه غير صعيدي رايح جاي، غير فرقه بنات وبس، غير الحب الاول، غير جواز بقرار جمهوري، غير على فكره محمد خلق. مسرح كذا مره يعني، غير مصر يعني، في الحالتين القسم المشترك الكوميديا وتضحيك الناس. ما هو من الكوميديا انت بتعمل شخصيات مختلفه بس خاضعه للجانب الكوميدي. فيلم كوميدي، واخد بالك؟ فيلم كوميدي عامله هاني رمزي، واخد بالك؟ بس هاني رمزي في جوه الفيلم ده جديد ولا مش جديد؟ الضحك جديد ولا مش جديد؟ ما في ممثل يطلع يقول لك ايه خلاص احنا جايبين الممثل ده هيعمل لنا شويتين بتوعه فاكهه كده في الفيلم، واخد بالك؟ الشويتين بتوعه دول طب انا هضحك عليهم مره واثنين وثلاثه، بعد كده فين؟